النهارده هنعمل مع بعض كيك الميكروويف، حاجه كده تحفه. ممكن تعملوها في مج، ممكن تعملوها في سلطانيه زي اللي انا عاملاها كده، او في اي بوله صغيره. هنستخدم 4 معالق من الدقيق، دقيق الابيض العادي، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، معلقتين ونص من السكر العادي برضو، وهنستخدم نص معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه فانيليا. مفيش بيض في الوصفه، بس هنضيف شويه نسكافيه حسب الرغبه عشان بيبقى طعمه حلو قوي مع الشوكولاته. اللبن هنحط هنا بالتدريج معلقتين في معلقتين، فنحتاج معايا تقريبا 4 أو 5 معالق لبن بالتدريج كده او بالتقريب. حطيت كمان معلقه من الزيت، ودول معلقتين اللبن الاخرانيين، يعني بالتقريب كده زي ما قلت لكم 4 ل5 معالق لبن على حسب ما القوام يظبط، وتلموا الحواف بتاعه الطبق اللي انتوا عاملين فيه عشان ما يتحرقش، ودخلوه الميكرويف على دقيقه، بعد كده نص دقيقه تانية لو ما كانتش استوت. اقصى حاجه دقيقه ونص هتطلع معاكم مستويه وتحفه جدا. حطوا عليها شويه نوتيلا واي تزيين من فوق، وبالف هنا وشفا. ان شاء الله اشوفكم في افكار تانية سريعه وجديده، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف.